طب إعلان عام 2022 عام للمجتمع المدني، لأي مدى ده بيدلل على انفتاح الدولة على التعاون مع منظمات المجتمع المدني يا دكتور سامي؟ سيدة الفاضلة، أنت عندك في مصر، وأرجو أن تكون معلومتي دقيقة، ما يقرب من 50,000 جمعية مجتمع مدني، ما بين جمعيات تنمية وما بين جمعيات حقوقية. أدي واحد. إذا سيادة الرئيس لما قال 22 عقد إيه؟ المجتمع ليه؟ معناه بيقول ايه؟ على الجميع ان يتحمل مسؤولياته. وانا قلت قبل كده جمله وبحب اقولها، ان كان في رئيسنا خصال ايجابيه عديده، اكبر خصله بحبها جدا والناس بقى بتحبها قصه المتابعه الدؤوبه. انا متاكد ان اول من سوف يبادر بالتاكد والمتابعه ان المجتمع بكل اجهزته بكل مستوياته، إن كان دولة أو مجتمع مدني، أنه يمارس ويحمي ويحرس وثيقة حقوق الإيه؟ الإنسان. إذن الرجل هنا عمل إيه؟ خلى المجتمع يشيل مسؤولياته. إذن أنا بشوف إنه 22 عقد العقد المجتمع المدني هو تطبيق عملي وتنفيذ على أرض الواقع لإيه؟ لوثيقة حقوق الإيه؟ الإنسان. وبالتالي يا سيدتي شوف التكامل، دي استراتيجية على فكرة، دي استراتيجية بيسموها التلاصق والتكامل. ما ينفعش تصلحي في حتة وتسيب التانية ها وترقعي، ما ينفعش، لازم تصلحي المنظومة كلها عشان المجتمع كله يمشي في اتجاه ايه ها، في اتجاه حقوق واضحة ومفهومة وقابلة للتنفيذ. طيب خلينا نكمل مرة تانية، نروح للوسائل الإعلام اللي اهتمت بمتابعة مؤتمر إطلاق تقرير التنمية البشرية في مصر 2021. قولي الوسائل المختلفة دكتور سامي تابعت إزاي هذا المؤتمر، وإيه المحاور اللي استندت عليها خلال متابعتها لهذا التقرير؟ أقولك، أولا كونه مرتبط بالأمم المتحدة، ودي منظمة ها ما هيش منظمة طبعا. محلية لمنظمة لها معاييرها ومقاييسها، وبالتالي لما تقف السيدة دكتورة هالة السعيد، لا بتكلم على رند أبو اللي هي ممثلة الأمم المجتمع الإقليمي، وتقول إن المؤتمر ده والتقرير ده بيؤكد ريادة مصر فيما يسمى بالتفكير التنموي، دي شهادة ها دولية. أدي واحد. اتنين، خدي بالك الوثيقة دي أو المؤتمر ده في بلاغة عالية في حاجة. التقرير ده يا سيدة الفاضلة هضم الماضي وقرى الواقع وبص على الايه؟ على المستقبل، بدليل التقرير ده بيرصد ايه اللي مصر مرت بيه من 2011 ثم ثوره 30 يونيو ثم دستور 2014 ثم وثيقه حقوق الانسان. معناها ايه؟ معناها ان التقرير ده من الثراء والاستيعاب لواقع ها مصر. وهنا بقى ما اقدرش اعتمد على الذاكره يا استاذ ريهام، فاسمحي لي اقول لك الاتي. عشان ليه هقول لك ده؟ لاني بقى احملك المسؤوليه واحمل الاعلام المصري المسؤوليه، انه سواء وثيقه حقوق الانسان او تقرير التنميه البشريه اتمنى الا يتم تغطيته اخباريا دون تعمق وتحليل وتفسير واخذ الاراء حوله من كل الاتجاهات. فعشان كده بقول لك ما اقدرش اعتمد فيه على الذاكره، لازم اقول لك حاجه هنا صغيره. تعالي كده نبص مع بعض في ايه. بص يا ستي، لما اشوف الاتي، اولا مسك الفصل الاول ها في تقرير التنميه البشريه، عنوانه ايه؟ الاستثمار في البشر. يعني ايه الاستثمار في البشر يا فندم؟ بناء الانسان، تعليم، صحه، سكن، صح كده؟ طيب الفصل الثاني الاصلاح الاقتصادي، واعتقد ده مشوار بكل المقاييس وقلت بكل الشهادات ها كان مشوارا ناجحا رغم قسوه ها نتائجه في مراحله الايه الاولى. الفصل الثالث يا فندم الحياه الاجتماعيه. ايه بقى الحياه الاجتماعيه دي؟ اللي هي ترجمت بشكل عملي في كافه المبادرات التي نفذت، حياه كريمه اوكي، خاصة في قطاع الريف. امسكي بقى كل المبادرات اللي بتستهدف الارتقاء بالايه؟ ها؟ بحياة الايه؟ بحياة الانسان. طب الفصل الرابع النهضة الجديدة للمرأة.
بالتالي يعني انتوا خدتوا اكتر من حقكم. واعتقد انا مش بزايد لما اقول انه النهارده لو رصدنا نسب تمثيل المراه في غرفتي البرلمان نواب صحيح. او شيوخ او حتى في الوزاره او حتى في المؤسسات منظمات الحياه رحبت بهذه الخطوات لتحقيق المساواه للمراه يعني. طب تعالي امسكي بقى الفصل الخامس اللي هو الحمايه البيئيه. يعني ايه الحمايه البيئيه يا فندم؟ سيدتي الفاضله، هو مع كل انهيار في بنيتك الاساسيه ده عباره عن ايه؟ ده خسائر، ده اقتطاع من لحمك. وبالتالي هنا الفصل ده بيقول التنمية المستدامة لابد أن تظل في عين القيادة وفي عين الدولة وفي عين الحكومة وفي عين الأجهزة.